المغاربة هذه المنطقة، قال لهم إنهم أقوياء يثبتون في البر والبحر، وهم أمناء على المسجد الأقصى. يكفي هذه الشهادة يعني للتاريخ. وأراد أن يعزز جيشه بمقاتلين شجعان عرفوا بالشراسة في النزال والاستماتة في حب الأقصى وبيت المقدس. فمن يكون هؤلاء؟ طلب صلاح الدين الأيوبي من سلطان المغرب أبي يوسف يعقوب المنصور الموحد مد يد العون بإرسال شباب من خيرة جنده، فكان له ذلك. أرسل السلطان الموحد أسطولا بحريا يضم 192 سفينة محملة بالجنود والفرسان والأسلحة والمؤونات الحربية. إنه الجيش المغربي الجبار. بدأ القتال وحمي الوطيس، ودخل الجيش المغربي إلى القدس من الباب الذي كان يعتبر الأشد تحصنا وقوة في أسوار المدينة. ثم دخل بقية جيش صلاح الدين، فكان الفضل للفرسان المغاربة الموحدين في فك الحصار والنصر والتحرير في يوم عد من أيام الله في معركة حطين الخالدة. هذه المسنة الفلسطينية تدعى عائشة المصلوحي، قضت جل عمرها مرابطة بالمسجد الأقصى. أنا أصلي مغربي، يعني جذورنا مغربية، والدنا مغربي رحمه الله. أما إحنا مواليد القدس، أنا مواليد القدس، مواليد حي المغاربة في البلدة القديمة. في البلدة القديمة بالقدس المحتلة كانت هناك حارة اسمها حارة المغاربة، نسبة للمغاربة الذين عاشوا فيها لعدة قرون قبل أن يدمرها الاحتلال. لن أطيل الكلام عنها، لأن السيدة عائشة ستحكي لكم حكايتها. المغاربة أجوا من زمان صلاح الدين الأيوبي، لما يعني بعث للأمراء في شمال إفريقيا وقت الحروب الصليبية، فأجوا المغاربة ما شاء الله قبائل كاملة جاهدت مع صلاح الدين لتحرير بيت المقدس. وهذا اللي صار الحمد لله رب العالمين. بعد ما تم التحرير، مجموعة كبيرة من المغاربة طلبوا من صلاح الدين البقاء في فلسطين في القدس الشريف، فأقطعهم حينا حي المغاربة اللي تم تدميره بعد حرب حزيران. وإحنا الأجيال تعرف يعني من جيل لجيل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى متواجدين في مدينة القدس، نحن وأبنائنا. شو مدينات؟ تاريخيا كيف والحي كيف كان قبل 67؟ بعد نكسة حزيران لم يبقى من الحي إلا زاوية المغاربة، فنحن الآن مقيمين بالزاوية الحمد لله رب العالمين. هلأ حالياً 10 عائلات مع أولادهم، طبعاً عائلات يعني العائلة مكونة من 4 أطفال، من 5، في بعض الأسر عندهم 7 أطفال الحمد لله رب العالمين، يعني مجمل العدد يمكن يكون 40 نسمة. الحيز كتير ضيق، ما بيوسع كل المغاربة اللي كانوا بحي المغاربة. كان حي يعني عامر وعدد سكانه أكثر من 1000 نسمة، ولكن بعد نكسة حزيران اتشتت الربع. تجد هلأ مغاربة في الأردن، في بعض العائلات من تونس رجعوا على تونس، على الجزائر. أمي عائشة من أقدم المرابطات المغاربيات بالمسجد الأقصى. ربما يتساءل البعض ما هو الرباط وما أهميته. كلمة رباط هذه كلمة مستحدثة، كل واحد بيصلي في المسجد الأقصى أو ساكن حتى هون هو مرابط. أنا انولدت هون طول عمري موجودة هون، يعني انزل أنا مرابطة من وقت ما قلت. إنك تثبت وجودك بأنك أنت ابن البلد وأنت صاحب الحق الشرعي في هذه الأرض، وما تخليش حدا ياخد موقعك، هذا هو أهمية الرباط. الرباط إنه إحنا نضل ثابتين في مواقعنا وعلى أرضنا وفي بيوتنا وفي محلاتنا. محتل جاي من آخر الدنيا عم بيفرض يعني بقوة السلاح تواجده في داخل المسجد الأقصى المبارك. كل مسلم على وجه الأرض لازم يشعر بالألم. الجيش المغربي باسمهم باب المغاربة، وبإسكانهم في منطقة قريبة من الأقصى اسمها ساحة البراق، لها قدسية خاصة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل فيها ببراقه ليلة الإسراء والمعراج، فسمي الحي بحارة المغاربة. وقال صلاح الدين الأيوبي إذ ذاك مقولته الشهيرة: أسكنت هنا من يثبتون في البر ويبطشون في البحر، وخير من يؤتمنون على المسجد الأقصى وهذه المدينة.
وقال عنهم أيضا: المغاربة قوم لا نؤتى من قبلهم. ثم أتى بعد صلاح الدين الأيوبي ابنه الأكبر السلطان الأفضل الأيوبي ليجعل حارة المغاربة وقفا على أهل المغرب لا تباع ولا تشترى إلى يوم الدين. وكان حي المغاربة يضم 135 مبنى على مساحة 145 ألف متر مربع، واحتضن عددا من المؤسسات الدينية والوقفية والمدارس والزوايا التي لعبت دورا بارزا في الحركة العلمية والفكرية والدينية في القدس إبان العصر الأيوبي ثم العصرين المملوكي والعثماني. وبقي أحفاد المغاربة صامدين بالرغم من الاحتلال، وجلهم لم يعد إلى المغرب، فتجمعوا في منطقة القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. ومن العائلات المغربية الشهيرة هناك عائلة المصلوحي نسبة إلى قرية تمصلوح ضواحي مراكش، والعلمي نسبة إلى مشيش العلمي دفين قنة جبل العلمي في المغرب، والسوسي نسبة إلى أهل سوس العالمة، والريفي نسبة إلى منطقة الريف شمال المغرب، والفيجيجي نسبة إلى مدينة فيجيج في الشرق. وهذه كلها أدلة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقصود بتسمية باب المغاربة هم مواطنو المغرب الأقصى، أي المملكة المغربية في عصرنا الحالي. فاللهم احفظ بلدنا المغرب من كيد الكائدين.